أولا الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر من بين شروط الاستفادة من منحة البطالة. ثانيا منحة البطالة موجهة للبطالين الذين أعمارهم بين 19 و40 سنة. ثالثا منحة البطالة موجهة للمسجلين كبطالين طالبي شغل لأول مرة لدى مصالح وكالة التشغيل. يجب على المستفيد من منحة البطالة أن لا يتوفر على دخله هو أو زوجته. على المستفيد من منحة البطالة أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية. على المستفيد من منحة البطالة أن لا يكون قد استفاد من أحد برامج الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية. ثم المحبوسون الذين استوفوا عقوبتهم وتتوفر فيهم الشروط يمكنهم كذلك الاستفادة من منحة البطالة. والإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة يخضع لعدة شروط، منها تجديد التسجيل بوكالة التشغيل، الاستجابة لاستدعاءاتها، وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلات طالب العمل من بين شروط الإبقاء على منحة البطالة، ويترتب عن تصريح الكاذب أو تزوير الوثائق للاستفادة من منحة البطالة وقف دفعها واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق.